أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد من عيون أم الربيع اللي غتكون هي الانطلاقة ديالنا نحو بحيرة ويوان. بقاو معنا أعزائي المشاهدين وشاهدوا تفاصيل أكثر حول المنطقة. تقع عيون أم الربيع على بعد 45 كيلومتر من مدينة خنيفرة، وتعتبر المزود الأول لأم الربيع أكبر نهر بالمغرب. وتتكون عيون أم الربيع حسب أهل المنطقة والعارفين بها من ما مجموعه 47 عينة، 40 منها مياه عذبة والسبعة الأخرى مالحة، لتجتمع فيما بينها لتكون صبيب متدفق يصل إلى الآلاف من الأمتار المكعبة في الدقيقة الواحدة. كما أن هناك شلالا متدفقا من المياه ينضاف إلى هذه العيون ليزيد في منسوب المياه، والذي تبعد العيون المؤدية لهذا الشلال ب 15 كيلومتر عن المنطقة. موجود. هذه هي البحيرة المالحة اللي كيجيو الناس كيتعالجوا فيها جميع الأمراض الجلدية. بعد الاستمتاع بجمال عيون أم الربيع، كانت الوجهة ديالنا بحيرة ويوان اللي كتبعد على المنطقة ب 14 كيلومتر، وبسبب قلة وسائل النقل إلى هناك اضطرينا باش نقطعوا هاد المسافة ماشيا على الأقدام، بطبيعة الحال مع استغلال المناظر الخلابة المتواجدة على طول الطريق. من بعد ما قطعنا اكثر من 8 كيلومتر ماشيين على الاقدام، اخيرا غادي نلقاو سياره اللي غادي تكمل بنا ما تبقى من الطريق نحو بحيره ويوان. من وسط بحيره ويوان كنحييكم وكنرحب بكم في هذه المناظر الجميله والرائعه. تتميز بحيرة ويوان بغطاء نباتي متنوع، حيث تكثر بها أشجار الأرز والبلوط الأخضر، وتتغذى البحيرة من العيون المائية والجداول الجبلية، وهي تقع على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر، وهي تبعد ب 68 كيلومتر عن مدينة خنيفرة.
وتعتبر البحيرة ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية، حيث تعتبر البيئة المفضلة لدى العديد من الطيور مثل طائر تادون كاساركا. ونفس الشيء بالنسبة للأسماك، خصوصا سمك الرمح الذي يتواجد بنسبة كبيرة بالبحيرة، كما تتواجد بالمنطقة قردة الماجوت المهددة بالانقراض. إن بحيرة ويوان بحيرة إيكولوجية متكاملة لا زالت تحافظ على رونقها وجماليتها، نتمنى أن تبقى محافظة على حلتها هاته، وذلك باحترام زوارها لها من خلال الحفاظ عليها من ما يلوثها أو يستنفذ مدخراتها. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.